خليني أسألك سؤال، يعني أو خلينا نشوف إنفوجراف عن جنون الأسعار في ولاية السيسي ونتكلم عليه مع الدكتور أشرف حالا دلوقتي. نشوف يا دكتور مع بعض الأسعار في ولاية الأولى عاملة إزاي. أهو جنون الأسعار في عهد السيسي من 14 ل 18. زادت أسعار الوقود، زادت أسعار الوقود في 2014 من 40 ل 78%. 2015 احنا منتظرين اهو. 2015 2015 ما حصلش زياده. الكهرباء 20% زادت 19 في 2015. طب امال فين بقيه السنين؟ ده السنه اللي فاتت الكهرباء زايده 43% 43 ل 47. امال ايه؟ هنحقق لك طلبك حالا يا دكتور. سيبك من السجاير. 2016 يعني يا دكتور زياده 400% نقطة أساس. الكهرباء من 17 ل 70%. الوقود 16 اهو. نعم فندم، ده في 16. الوقود 30 ل 47%. السجاير من 17 ل 20%. وفرض ضريبة القيمة المضافة 13%. هيزودوها بقى دلوقتي. حرك أسعار وخفض قيمة الجنيه 120%. تذكرة المترو يا فندم في 2017. تذكرة المترو 100%. الوقود 100%. زادت كمان دلوقتي حاليا اللي هي ايه؟ المترو كمان. المترو ايوه صح، المترو زاد. الكهرباء من 18 ل 42%. وهتزيد الشهر اللي جاي ده، احنا في الشهر احنا فيه ده مايو، قال لك فاتوره مايو. العجيب يا استاذ محمد ان الميه عملوها باثر رجعي، انا عمري ما شفت ده في حياتي. طب اثر رجعي ده بالنسبه لواحد معلش يعني منحه يقول لك وباثر رجعي، لكن حتى في الغرامات يعني دلوقتي استهلاك الميه حاسبني دلوقتي عليه بزياده اظن 43% يقول لك باثر رجعي من الشهر. صراحه عمري ما شفت فاتوره مايو. طب يا فندم 2018 زياده تذكره المترو 250% كده كويس؟ معدل الفقر 27%. ده الكلام ده بتاع زمان والله. لا النهارده يعدي فوق ال 50%، ما ده اقل حاجه يعني. انا بقول لك هذا الكلام، لم يكن 60% النهارده والله. من الشعب فقراء طبعا.